لخدمة الكشافة في الكنيسة دور هام جدا في تنظيم حركة دخول وخروج المصلين وجلوسهم في أثناء الصلوات والنهضات الروحية والاحتفالات وغيرها من المناسبات. بنشكر ربنا أن ربنا رجعنا تاني نرجع تاني للصلاة في الكنائس، حتى لو كان بأعداد مش زي الأعداد اللي احنا متعودين عليها، لكن برضو نشكر ربنا عليها. احنا بعد ما الشعب بيسجل أساميه على موقع الكنيسة لترتيب حضورهم في القداسات، سواء بالحجز على طريق موقع الكنيسة أو عن طريق الاتصال التليفوني بمركز اتصالات الكنيسة ويحددوا قداساتهم اللي الكنيسة رتبتها، بتنزل كشوفات لخدام الكشافة يبقوا عارفين مين اللي يحضر القداس في مواعيده، وبيبقى من على باب الكنيسة بيتم الأول التسجيل إن الشخص ده حضر بنفسه. الكشافة دول ولادكم وإخواتكم وخدامكم، بيساعدوكم على إن أنتوا تحضروا تلتزموا بالأماكن اللي تبقوا موجودين فيها، فمن أجل النظام فقط لغير، وأكيد النظام ما يزعلش لأن إلهنا إله نظام. الكشافة بتعمل دور إن هي بتنبه على الناس قبل ما يجوا الكنيسة ان هم ياخدوا بالهم الاجراءات، محدش يجي من غير كمامة، لو اي حد عنده اي اعراض برد او كده يعتذر ما يجيش. هي اول ما الاباء هنا في الكنيسة طلبوا ان احنا نبتدي نشارك، بعد طبعا ما طلع من المجمع المقدس الريبورت بخصوص الكشافة، ابتدينا على طول في كل الاجراءات الاحترازية زي ما حياتك شفتي، من اول باب الشارع بنسيب مسافات بين الناس وهي داخلة، بياخدوا درجة الحرارة لكل واحد داخل. في مهندسين من الكنيسة عملوا برنامج حجز كامل لكل أفراد الشعب، بيترتب عليه أن كل واحد يقدر يحضر قداس يوم إيه في أنهي كنيسة. ازدادت أهمية هذه الخدمة بعد قرار فتح الكنائس بإجراءات احترازية، ليضاف إلى الكشافة مهام جديدة وهي المساهمة في تطبيق هذه الإجراءات من أول دخول المصلين وحتى خروجهم والتأكد من تنظيم الكنيسة أثناء إقامة الصلوات. كانوا متواجدين حلو قوي وناس تمام ومقدرين الموقف وكله يعني بيسمع الإجراءات كلها، وهي أورادي كان في حاجة كتير قوي وصل لهم، فهم كانوا يعني ماشيين معنا حلو، يعني مستوعبين الدنيا والدنيا تمام. مهمتنا ان احنا ندخل الناس بالحجوزات بتاعتهم، هما بيبقى معاه الحجز بتاعه، بنكشف برقم البطاقه او باسمه او برقم موبايله بيظهر الاسم، بنشوف اللي في حجز معاه تاني حد معاه تاني، وبنبدا نوصله للكنيسه فوق لاسره النظام. نحاول على قد ما نقدر نعرف ننظم الدنيا علشان نبقى الموضوع سهل بالنسبه لنا، بالنسبه للناس وهي داخله، والناس بالنسبه للناس تعرف، كلنا الشعب كله يعرف ياخد فرصته ان هو يجي يحضر القداس ويتناول. بنتاكد من درجه حراره اللي داخل، ان هو لابس ماسك، ان هو في سانستايزر على الباب، وبعد كده متاكد من اسمه موجود في الليست المحجزه للقداس. الكشافه خدمه متاصله في كنيستنا من سنين وسنين، والنهارده بيضاف لها مهام جديده في ظل الظروف الحاليه علشان تفضل كنيستنا دايما في افضل صوره وافضل ترتيب بسواعد ولادها. مريم رفعت، CTV.